أهلا بكم في سبوت نيوز. كشفت مصادر مطلعة أن الجهات المختصة في الحكومة تعكف على إعداد تقرير سري حول تواجد القوات الأجنبية وفي مقدمتها الأمريكية في العراق، ليتم تقديمه إلى مجلس النواب وسط تحذيرات من خسائر اقتصادية وعسكرية كبيرة سيتعرض لها العراق في حال قرر إخراج تلك القوات. مصدر حكومي تحدث أن التقرير الذي باشرت الحكومة بإعداده يشمل وضع القوات الأجنبية وعددها وأماكن تواجدها ودورها وكذلك المهام التي تؤديها، لا سيما الأمريكية التي تطلع حاليا بمجال التدريب والتجهيز العسكري وكذلك اللوجستي. التقرير سيعرض أيضا إيجابيات بقاء القوات الأمريكية في العراق من نواحٍ أخرى غير عسكرية ودورها في تقديم تلك القوات ضمانات لشركات غربية ومنظمات أجنبية إنسانية تعمل حاليا في العراق والتي قد تنسحب مع خروج القوات الأمريكية من البلاد، وعزى كونه سريا إلى احتوائه على أرقام وكذلك تفاصيل مهمة عن الوضع المؤسسة أو وضع المؤسسة العسكرية العراقية والمنظومة الأمنية، فضلا عن التحديات الإرهابية والخارجية الأخرى. أما معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى فقد حذر العراق من خسارة المنافع الاقتصادية والعلاقات السياسية القوية مع الدول الغربية في حال قرر البرلمان إخراج القوات الأجنبية من البلاد، ويرجح مراقبون أن الحكومة لن تشجع البرلمان على إقرار أي قانون ملزم بإخراج الأمريكيين من العراق بحسب المعطيات الحالية، وهو ما قد يصار إلى نهاية إعداد قانون لتنظيم الوجود الأجنبي في العراق يتضمن توصية للحكومة بمراجعة وضع القوات العراقية وجاهزيتها سنويا أو كل 6 أشهر.